الفنان الراحل فؤاد خليل يعني ليه ادوار كتير جدا بارزه ومتميزه ولحد دلوقتي بتضحكنا جدا، ممكن لحد دلوقتي افهاته بنقولها حتى شباب دلوقتي. ايه اكتر افيه او ايه اكتر مشهد انتوا بتحبوه له او بيضحككوا انتوا في العيله قوي؟ الحمد لله على ده. في العيله انا ليا في فيلم السقوط، ما اعرفش حضرتك يعني نوع عليه او لا، بس هو قديم شويه، كان المرحومه مديحه كامل، كان اخراج استاذ عادل الاعصر، وكان الله يرحمه الاستاذ فاروق الفيشاوي اللي هو كان بتاع التجسس على التليفونات والكلام ده. كان عامل هو الشخصيه بتاعت مطرب الاخبار اللي هو شخرم، اللي هو طلع بالعود وبوظ الفرح بتاع الراجل، ومدام مديحه الله يرحمها كانت ضحكت كذا مره، وبعدين نعيمة الصغير قامت ضربته. وكان فيلم كان يعني المشهد كانت مدته حوالي 3 دقايق على الشاشه. انا شخصيا المشهد ده مقرب ليا جدا او بحبه جدا. والدتي تحب مسرحيه كان اسمها وشك حلو، برضه قديمه جدا من الثمانينات، كان مشهد بينه وبين وحيد سيف وبيضربوا بعض، بعد كده يعني بيقلعوا البدله، فهو كان لابس تحتيها بلوفر في بيجاما لابس 8 حاجات تفاصيل، وكاتب على الفانيلا الداخليه في الاخر ذا اند، اللي هو اخر حاجه بقى اللي هو اخر حاجه، فهي المشهد ده مفضل ليها. زوجتي فيلم كيف اللي هو بحبك يا ستموني مهما الناس لموني، او دي اغلب يعني ناس كتير بتفضل لحد النهارده. اختي بتحب اللي هي المشهد بتاع صايع بحر، وبتحب المشهد ده اللي هو بتاع محمد هنيدي فهي بتحب النوعيه دي من المشاهد.